تفرج تفرج على الجمال. انها اربد يا ساده، شوف الوادي كيف من اجمل الوديان اللي موجوده في شمال مدينه اربد، وادي نبه. اليوم بعمره نيبه، وبنروح على سد الوحده من جهه لبنان. يا اخوان الوادي سحيق، تفرجوا تفرجوا هسه هناك سد الوحده راح يكون، وهذا الوادي هاي بني كنانة، بني كنانة قبالنا واحنا هون. يا جماعه اللي بتكرفت من هون يعني ما حداش يسال عنه، خلص طلعوا فيه نظر لحاله. احنا باراضي الرمثة بمنطقة النيبة، هاي طرف السد مبين من هون سد الوحدة، وهاي بني كنانة. المرة الماضية صورناه من هناك بصراحة، من أجمل الأماكن اللي باجي عليها لحد الآن عن جد. صراحة صدق المنظر عن جد أنا نفسي مستغرب. طلع طلع طلع، يا سلام يا جماعة، المنظر لا يوصف عن جد. تفرجوا كيف هاي سد الوحدة، خيال خيال عن جد خيال. على أغلب هذا الواوي إنها الأردن يا سادة، تحديدا أربد الرمثة بني كنانة سد الوحدة والأراضي السورية.